الو، السلام عليكم محمد. صافا مزيان خويا بدر، تبارك الله عليك. الله يحفظك اخويا بدر. قول لي اخي محمد، انت فين كتسكن؟ انا في طنجه اخي بدر. اوكي في طنجه. اوكي مزيان اخي. بالنسبه لداك البرودوي اللي قلتي، فوقاش اخويا تيستيت ايه؟ اخويا تيستيت البارح، تيستيت ب$6، جاوني 3 ليتس. وانا نقول علاش ما تيستيتش $13 احسن، حيت 6 قليله. اوكي مزيان. فاش تيستيتي يا اخي بكشار، شحال دخل من كوموند حتى لدابا؟ حتى لدابا 14 كوموند اخي بدر، وجاتني شي 35 اتو كارت، وما عرفتش علاش الاتو كارت اكثر من الريزوك. هو حيت الاتو كارت ديما كتكون طالعه، ديما خص نورمالمون كتكون مدوبله، فهمتي؟ ماشي اي واحد توصل الاتو كارت راه كيكمل الشترا. دونك هذيك حتى من بعد غادي نوريك، حتى من بعد غادي نوريك كيفاش انك تارغيتي دوك اللي كيديروا الاتو كارت. المهم دابا مزيان. دابا السؤال اللي نسوق، هو البرودوي بشحال كيتباع بالجملة؟ شي 135 درهم اخي بدر. انت طالق المغرب كامل؟ طالق المغرب كامل 289 درهم. اوكي شحال عندك قديتي لي شارج انت ديالك مزيان؟ شحال حسبتي لا ليفريزون بحال في فورماسيون ياك؟ 40 درهم، 46 درهم. اوكي مزيان. وشحال خليتي لك انت ديال الرباح؟ تقريبا شي 90 درهم. سامر شانتا اخي، شوف غادي تحاول ما امكن انك تشوف لي كوموند فين عندك. داكوغ، شوف لي كوموند اخويا فين عندك. غادي تلقى فهمتي المدن اللي كبيره، غادي تشوف اخويا شركه من الشركات ديال التوصيل، يا اوزون يا كاتي دي سي اس انديت. وغادي تشوف اخويا شي ديفرور اللي هو اللي غيدوز عند الجمال اللي ديجا انت قلتي ليا كاين في كازا. داكوغ، ملي غيدوز عندو ياخد من عندو ديك السلعه ويمشي يحطها لك عند شركه ديال التوصيل. اما الا بغيتي دير واحد الا بغيتي دير واحد البلان اللي غتعطل فيه، هو انه تصيفط على السلعه تجيك حتى لطنجه. داكوغ، تجيك السلعه لطنجه وغتشوف هذوك الشركات ديال التوصيل، المهم يا اوزون يا كاتشيديس يا سانديت، ويجيو عندك ديك الساعه لطنجه ويهزو لي كوموند، وعاد يديهم لكازا، ومن كازا يليفريهم للكليان. ولكن هذه غادي تعطل بواحد 24 ساعه 48 ساعه للكليان في لي كوموند. ولكن هادشي في الاول راه عادي تيوقع. دابا حيت انت في لافاز ديال التيست، البرودوي دخل لك مزيان. بشحال تيستيتي؟ قلتي ليا دخلت 14 كوموند تقريبا ب 13 دولار. اوكي مزيان. يلا سبان دابا شي 8 دولار. سامر مزيان. دونك دابا اللي غادي دير اخويا الغزال، هو انك غادي دير هاد القضيه ديال السلعه سيميو في الاول. في الاولاني ماشي مشكل، الاول السلعه كامله جيبها عندك، شوفها، شري شي 20 كوموند انت ولا 30 كوموند، 30 حبه جيبها عندك، لومباليها، قاد لي زومبالاج اللي في طنجة خليها عندك، اللي في طنجة شي طون خليها عندك، تيدوز عندك مثلا أسامة ولا شوف شي ليفرور، والآخرين هما اللي تعطيهم للشركة ديال التوصيل، والشركة ديال التوصيل راهي يصيفطو لك ليفرور حتى لعندك، يدير لك الغامصاج ويليفري لك السلعة. واخا خويا بدر، بالنسبة لهاد لي كوموند كاين هاد زعما البرودوي فيه الفارينت، فيه ثلاثة ديال الفارينت. نعم. كيفاش غندير في هذا البلان؟ واش غنجيب نفس الكونتيتي في كل فاريانت، ولا حيت شفت بلي عندي تقريبا داكشي متساوي؟ دابا البلان هو انه دابا انت عندك داك لونسومبل زائد الصنداله ياك؟ لونسومبل زائد الصنداله، تيبيعهم نفس الجمال. نفس الجمال. دونك سامش غادي تشري السلعه نتايا ترونكيل. فين كاين دابا الاشكال في الفاريانت؟ عندك لون واحد زعما؟ لا شي عندك لون واحد. عندي درت جوج الالوان، ولكن لون واحد اللي كيجيوني فيه لي كوموند هو داك الكحل، هذاك البيض والكحل. دابا البلان، دابا البلان نتايا كاين بروبليم. دابا نتايا واش غادي تاخد داكشي باغ كوموند من عندو على حساب لي كوموند اللي جاوك، ولا خاصك تاخد لي طاي ديال الصنداله كاملين سيريات، ولي طاي ديال لي زونسومبل سيريات؟ كيفاش تفهمتي انت ويا على هاد القضيه دي؟ هو نورمالمون هادشي راه ماشي، هادشي راه ماشي عاد، هادشي راه خصو يكون، تكون ديجا دويتي معاه. راه ديال دابا انا تنهضر معاك عاد تفكرش بلي راه عندك تماك، واش تاخد السيري ولا تاخد لي طاي، ولا تاخد طاي الطايات اللي بغيتي ولي كوموند اللي بغيتي. وغالبا مادام هو دايرهم بجوج، خصك تهضر معاه وديك الساعه اللي بان لك ريزونابل ديرو. ورد بالك مع الصنداله فهمتيني، راه غادي تطلب لك 41 42 43 بزاف، 40 شويه و 44 مشات تطلبش قليله. داكوغ، رد بالك مع هاد البلان هذا. واخا خويا بدر، المهم شوف انت
المهم انت عموما دابا انت عموما راه داكشي غادي مزيان عندك او نيفو ديال الارتس و او نيفو ديال السلعه فهمتيني. دابا خصك غير اورغانيزي مع داك الجمال باش يصيفط لك السلعه و تعرف راسك كيفاش غتاخد السلعه، واش غتاخد السلعه بطاياش ولي كوموند اللي بغيتي، ولا هو كيلزم عليك انك تاخد شي سيريات معينين. دونك ملي غتعرف هادشي وغادي تشوف لي كوموند اللي عندك ديك الساعه غادي تاورغانيزي. ملي غادي توصل 20 كوموند انا ننصحك ملي توصل 20 كوموند حبس الارتس، حيت هذيك 20 كوموند هي اللي بها غادي تعرف راسك من رجليك، هي اللي غادي تهضر بها مع الكليان، وهي اللي غادي تهضر فيها مع الفورنيسور، وهي اللي غادي تهضر فيها مع جيبك وتعرف كيفاش غادي تخرجك. الا ربحتي منها كتكمل، الا ما ربحتيش منها كتعاود تشوف كيفاش تقاد باش تزيد القدام. واضح؟ واخا خويا شي سؤال اخر. الله يحفظك. دابا بالنسبه لهذوك الفاريانت نجيب نفس الكونتيتي في كل فاريانت، مثلا 10 10 10 على حسب دابا فاش تهضر معاه هو، على حسب 30 حبه ديك الساعه جيب لي اللي بان لك، اللي على حسب لي كوموند نتاعك. حيت كيبان لي نفس فهمتي نفس العدد لي كوموند في كل فاريانت. ايوا صافي توكل على الله، توكل على الله. حتى شوف شوف حتى لما خرجاتكش في المغرب كامل وشفتي راسك غديكالي وانت يلاه بهادي والمسائل، حاول ما امكن انك تخدم، حاول ما امكن انك تخدم عليها الرباط تمارس لا قنيطرة وكازا، وختم عليها طنجة شي طوال. كازا والرباط وتمارة وقنيطرة هي تكلف لك زكريا، وانت في طنجة شي طوال تكلف بها انت هي، ولا عطيها شي ليفرو وي تكلف لك بها. راه الا خدمتي على الشمال وخدمتي على هذا الكونت هذا راه غتبدا تخرج ديك الكوموند، على الاقل تخرج 10 ديال لي كوموند، وغتكون قريب للجمال بزاف باش تهز الكوموند الا خصاتك شي حاجة. بصح اخويا الله يحفظك، شكرا بزاف. الا عندك شي سؤال سولني، حيت راه ما غنبقاش نجاوب. شي شيشه الغدا ولا بعد غدا؟ يا لا سير يا لا سير على الله، ما كاين شي مشكل. انا خرجت لك شي بلان وخلي لي ميساج. الله يحفظك اخويا، الله يخليك. نعم شكرا. القضيه هذه ديال عندك شي سؤال سولني، حيت الدراري دابا ديال الفورماس والاغلبيه تيسحب راسو بحال راه كنجمعو، حنا راه ما كنجمعوش. داكوغ عندك ميساج ولا عندك بروبليم كتخلي لي ميساج، شفت انني خصني نتصل بك كنتصل بك كما صونيت للدري، علما انه راه جاوبتو قبيل عاد لا فوكالاش فهمتيني، غير بالكتابه ولا فوكال، ولكن فاش كتشكون شي حاجه اللي ابي راه صافي راه غنصوني ليك. ما صونيتش لك اخويا، راه عرف بلي كاينين دراري كتار، كاين عندنا خدمتنا حتى حنايا، دونك نبقاو ترونكيل. كاين واحد الكاتيجوري ديال الناس باش عاوتاني نبقاو غادي نبد سيرفيس زوين مع الدراري. حنا الحمد لله كنقدموا لكم هاد لي كونسلطاسيون والفورماسيون فهمتيني، كتحطكم في واحد الاورينتاسيون، واحد الجايد توجيه مزيان باش نبقاو غاديين بيه مزيان. تخيل معايا بنادم شي صيفط لي السلام وخصني نجاوبو له السلام صافا، ويقول لي بخير خويا بادر كتعاود الساط، انا ما مساليش لهاد الشيء. خلي لي ميساج واخا معايا في الفورماس، وخلي لي ميساج وما تصيفطش لي فوكالات فيهم 4 دقائق. او لا فوكال في 4 دقائق واش يا صاحبي مسالين؟ صافي كيخلي لي ميساج بحال الديسكريبسيون، بحال كتكتب بالسيبورت صافي. من الاثنين للجمعه من 11 ل 3 كنديرو السيبورت، حيت فريمون كاين شي واحدين ما كيقدروش هاد المسائل هادو كاع. شوف مي ناشف النهار كامل وانا خدام وعيش، لقيتني الله دخلت ابل ما الدري. المهم تهلاو ليا فراسكم والله يسر الامور، سمحوا لنا سالينا بهاد الهضره دي بحال هكا.